أينما كنتم سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من بالبنط العريض، معكم فيها محمد السعودي. والبداية بالعناوين. نبدأ بصحيفة المواكب، وجاء على لسان حمدوك: نتطلع للاستفادة من التجربة اليابانية في النمو الاقتصادي والصناعي. وإلى صحيفة التيار، واخترنا لكم منها: رفع جلسات التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية. وإلى أخبار اليوم، ومنها نطالع: مجلس الأمن والدفاع برئاسة البرهان يناقش الآثار المترتبة على زيادة أسعار الوقود. ومن الانتباه: ظهور سوق موازية لبيع الأكسجين. ومن السودان نطالع: وقفة احتجاجية للمغتربين العائدين بسبب وقف استيراد السيارات الصغيرة. وإلى وكالة السودان للأنباء: المعادن تستعد لطرح 14 مربع تعدين للاستثمار. ومن هلالنا: الجهاز الفني للهلال يتابع أداء لاعبي الفريق بالمنتخب. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه عناوين الحلقة، ومنها مباشرة إلى أعمدة الرأي والمقالات. جاء عمود حلقتنا لهذا اليوم للكاتب والصحفي الأستاذ زهير السراج، حيث جاء عموده بعنوان: مسرحية الإصلاح الاقتصادي. يبتدر الكاتب عموده قائلا: أصدرت وزارة المالية قرارا أول الأمس برفع أسعار الوقود بنسبة تزيد عن 90%، وحددت 290 جنيها لسعر اللتر من البنزين للمستهلك، أي ما يعادل 1305 جنيهات للجالون، و285 جنيها للجازولين، بما يعادل 1265 جنيها للجالون. وقالت إن أسعار الوقود ستخضع للمراجعة حسب سعر الدولار. ووجه القرار بتكوين لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات الزراعة والكهرباء والمواصلات لتعويض هذه القطاعات من عبء ترشيد دعم الوقود. وجاء في بيان لوزير المالية أن الخطوة تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد الوطني وتأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية. ولفت إلى أن عملية تحديد السعر تخضع لتكلفة الاستيراد، والتي تشكل ما بين 71 إلى 75% من سعر الوقود، مضافا إليها تكاليف النقل ورسوم الموانئ وضريبة القيمة المضافة وهامش الربح لشركات التوزيع. وتشكل هذه التكاليف مجتمعة ما بين 25 إلى 29% من سعر البيع للمستهلك. وأكد البيان أن السودان يعتبر بعد تحرير الأسعار سادس أرخص دولة من أصل 42 دولة أفريقية، حيث أن سعر الوقود في بعض دول الجوار يفوق ضعف التسعير المتوقع، وذلك لتضخم الضرائب المفروضة في معظم الدول الأفريقية. هذا ورهنت وزارة المالية على سياسة رفع الدعم عن الوقود، وأكدت بأنها كفيلة بإزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد، حيث تنفق الدولة حوالي المليار دولار سنويا دعما للمحروقات، والذي لم يكن يستثني الطبقات المتوسطة والغنية، عوضا عن توجيهه للسند المباشر للقطاعات متدنية الدخل والمستحقة للدعم. أبدأ تعليقي من حديث الوزير بأن السودان هو سادس أرخص دولة من بين 42 دولة أفريقية في سعر الوقود، وهي كذبة صريحة، إذ أن المقارنة بين دولة وأخرى لا تؤخذ فقط بسعر السلعة، وإنما بعوامل كثيرة، منها مستوى المعيشة ودخل الفرد والحد الأدنى للأجور والميزات الأخرى التي يجدها المواطن، وهو أمر لا يخفى بالتأكيد على وزارة المالية ووزيرها وخبرائها، ولكنها الرغبة الجامحة في الكذب والخداع. على سبيل المثال، قد يكون سعر الوقود البنزين مثلا في إحدى الدول التي أشار إليها البيان أعلى بكثير من السودان، ولكن مستوى المعيشة ودخل الفرد فيها أعلى أيضا من السودان، بما لا يشكل سعر الوقود عبئا
عبئا عليه مقارنة بمستوى معيشته ودخله، والعكس صحيح، فقد يكون سعر الوقود منخفضا في السودان مقارنة بتلك الدولة، ولكن يصعب على المواطن شراؤه لانخفاض مستوى المعيشة وضاقة الدخل، بالإضافة إلى ذلك العوامل الأخرى وكمثال التعليم والعلاج والتي قد تكون مجانية بالكامل في دولة وذات تكلفة عالية في دولة أخرى. وبالتالي فمن الكذب والخداع أن يخرج علينا الوزير ببيان يقول فيه أن السودان سادس أرخص دولة في سعر الوقود من بين 42 دولة إفريقية بدون أن يضع في الاعتبار العوامل الأخرى. يقول الوزير إن الخطوة أي رفع أسعار الوقود تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد الوطني وتأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية. ونتساءل ما هي سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد والخطط التي وضعتها لتنفيذ هذه السياسة، إذ لم نقرأ ولم نسمع شيئاً عن هذه السياسة والخطط سوى موافقة الحكومة على شروط مؤسسات التمويل الدولية وصندوق النقد بتعويم سعر الجنيه وتحرير الأسعار وتحميل كل العبء للمواطن بدون وجود أي خطة للإصلاح كما يزعم الوزير. أعطي هنا مثالا واحدا من جمهورية مصر العربية التي دخلت قبل بضعة أعوام في مفاوضات مع صندوق النقد ومؤسسات التمويل وافقت خلالها على تعويم الجنيه وتحرير الأسعار، ولكنها حصلت في المقابل على قروض ضخمة بلغت أكثر من 12 مليار دولار من صندوق النقد على عدة مراحل لتنفيذ بعض المشروعات في مجال البنية التحتية والطرق والسكة حديد والكهرباء وتحقيق إصلاح حقيقي في الاقتصاد المصري وتثبيت قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وتوفير الخدمات والسلع بأسعار معقولة، بالإضافة إلى استمرار مجانية التعليم والعلاج الحكومي. وبالفعل نجحت في غضون 3 سنوات من تحقيق إصلاحات وتثبيت قيمة الجنيه المصري وتوفير الخدمات وإحداث طفرة كبرى في مشاريع البنية التحتية. فأين هي سياسة الحكومة السودانية الرامية لإصلاح الاقتصاد التي يتحدث عنها الوزير؟ إلا إذا كانت هذه السياسة هي الخضوع لشروط صندوق فقط بدون الحصول على أي مقابل لتحقيق عملية الإصلاح. يواصل الكاتب ويقول من السذاجة والغباء أن توافق على شروط وتشرع في تنفيذها قبل أن تحصل على مقابل ثم تسعى للحصول على المقابل لاحقا، وهو أمر لن يتحقق إطلاقا إلا إذا كان الطرف الآخر أغبى منك، وهو بالطبع أمر مستبعد من مؤسسة مثل صندوق النقد تضم عتاولة الرأسمالية في العالم ودرجت على خداع السذج والبسطة. أما الكذبة الكبرى التي يريدنا الوزير أن نصدقها بكل بساطة فهي حديثه عن تكوين لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات الزراعة والكهرباء والمواصلات لتعويض هذه القطاعات من عبء ترشيد دعم الوقود، وكأننا سذج وأغبياء لا نعرف ماذا تصنع هذه اللجان. ومن المخزي والمؤسف أن ترفع الدولة أسعار سلعة خضوعا لشروط أجنبية ثم تعجز عن توفيرها وتستمر معاناة الناس في الحصول عليها وتظن أنك تخدعهم بالحديث بأنك تسعى بهذه الخطوة إلى تحقيق الإصلاح. هنا الكاتب يتساءل ويقول أي إصلاح سيتحقق مع استمرار العجز والمعاناة وانعدام البرامج والخطط؟ إلى هنا انتهى العمود، ونتمنى أن تجاوب الحكومة على هذا السؤال.